التخلص من الجنين دي عملية مش سهلة، وبالتالي المحافظة على الجنين دي مش شغلتنا. الجنين اللي عايز يكمل هيكمل، اللي عايز ينزل هينزل مهما عملنا. سيبي الحكم للدكتور، هو عارف المصلحة فين. مش المفروض ان احنا نتلاعب بمشاعر المرضى، مش المفروض ان احنا نديهم امل زائف. المفروض الحقيقة تتقال كاملة، الحقيقة تتقال كاملة. كل ما بعد الورم عن تجويف الرحم ما يعملش أعراض. هل الولادة القيصرية كمعتقد انها الحل الامثل للولادة الامنة؟ مفيش اي دكتور يقول لعيانة انت 100% هتولدي طبيعي. ما ينفعش، في 100% هتولدي قيصري. الحالة النفسية للمريض بتساعد الطبيب جدا في انه يحقق الشفاء الكامل لهذا المريض.